وقال مدبولي إن هناك خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي لما بعد نهاية العام المالي الحالي، مؤكدا أن خطط توفير النقد الأجنبي لا تعلن إلا بعد تنفيذها. وصرح بأن الحكومة مستمرة وبقوة في تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار. احنا مستمرين وبقوة في تيسير كل الإجراءات اللي تحاول تبسط وتيسر عملية الاستثمار. والنهاردة موضوع الرخصة الذهبية حضراتكم عارفين ان بقى حتى بنتيح آلية انه يقدم مباشرة جوه مجلس الوزراء، وبتابع كمجلس احنا بنتابع كل الاجراءات اللي بتحصل علشان نيسر من هذه الاجراءات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس. السيد وزير المالية عرض على المجلس من يومين كل الاجراءات الخاصة باستقرار المنظومة الضريبية علشان تبقى واضحة، ويمكن يعني كان التوجيه لسيادته ان يتعمل لقاءات كبيرة جدا وموسعة مع مجتمع رجال الأعمال والاقتصاد والغرف كلها عشان نعلن كدولة ادي خطتنا الواضحة لما يخص السياسة الضريبية لمصر، علشان يبقى الكل عارف ادي المنظومة اللي موجودة في مصر لخمس سنوات وما بعد ذلك.